بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخطبة أوسط أيام التشريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. باب الخطبة أوسط أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام منى، أيام منى الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته خطب خطبا منها الخطبة في وسط أيام التشريق، يعلم الناس تعجل والتأخر، أحكام التعجل والتأخر ورمي الجمار، فهذه من خطب حجة الوداع. نعم. باب الخطبة أوسط أيام التشريق. عن سراء ابنة نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ يوم الرؤوس اللي هو رؤوس الهدي، ورؤوس الهدي يأكلونها في هذا اليوم. نعم. فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود. نعم، أوسط أيام التشريق اللي هو اليوم الحادي عشر، اليوم أو الثاني عشر، يعلمهم أحكام التعجل والتأخر. نعم. فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود. وقال: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي: إنه خطب أوسط أيام التشريق. نعم، وهي الخطبة الأخيرة، يعلمهم أحكام التعجل في يومين والتأخر وطواف الوداع عند السفر. نعم. وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. رواه أبو داود. كان يخطب صلى الله عليه وسلم على الراحلة لأن ليراه الناس ويسألوه عما أشكل عليهم. نعم. وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. أراد صلى الله عليه وسلم بهذه الخطبة
أن يلغي الفوارق بين المسلمين، التفاخر بالأنساب أو التفاخر بالغنى والثروة، أو أراد أن يلغي هذا. المؤمنون إخوة كما قال الله سبحانه وتعالى: لا فضل لعربيهم على عجميهم، ولا لأبيضهم على أسودهم، ولا لبعضهم على بعض، ما داموا كلهم على الإيمان فهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلا يقال هذا عربي أصيل وهذا أعجمي، وما داموا مسلمون فهم سواء في الإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. إن ربكم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وإن أباكم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام. إذن ما في فخر في الأنساب، إنما الفخر بالطاعة، هي التقوى، الفخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان عربيا أو أعجميا، سواء كان قبليا أو غير قبلي، فأكرم العباد عند الله أتقاهم له، دون نظر إلى نسبه أو إلى لونه أو إلى جنسه، كلهم عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر. يعني لا يفاخر بالنسب ولا باللون أيضا، لا يفاخر بالنسب ولا باللون. فبلال رضي الله عنه عبد حبشي، وصهيب رومي، وسلمان فارسي، سلمان الفارسي، وهؤلاء من أكرم الصحابة وأفضل الصحابة. ما ضرهم أن أنسابهم هذا فارسي وهذا حبشي، ما ضرهم هذا. نعم. ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. هذه هي الفارقة، الصفة الفارقة التقوى، تقوى الله سبحانه، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. يقول للحاضرين: أبلغت، يعني هل علمتم هذا مني وأنا بلغتكم؟ قالوا: نعم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب نزول المحصب إذا نفر من منى. المحصب هو الأبطح، هو الأبطح اللي يسمى الأبطح، وكان فارغا من المباني، وكان الحجاج ينزلون فيه إذا أفاضوا من منى في آخر أيام أو بعد الفراغ من الحج، إذا أرادوا السفر وأرادوا طواف الوداع ينزلون بالمحصب ليستريحوا فيه. والآن المحصب ابتلع وبني ولم يبقى منه شيء، كان الواجب أنه يحمى ويبقى. نعم. ولا يستريح فيه الحجاج، فالآن ضايقوا الحجاج وبنوه. نعم. باب نزول المحصب إذا نفر من منى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب. نعم، صلى الظهر بالمحصب، يعني الأبطح، والمغرب والعشاء، ورقد صلى الله عليه وسلم، ثم نزل آخر الليل إلى المسجد الحرام، صلى فيه الفجر وطاف للوداع ثم سافر.
نعم. ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. ركب آخر الليل إلى البيت العتيق وطاف به طواف الوداع، ثم سافر صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في البطحاء، ثم هجع هجعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله، رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعناه. يفعله ابن عمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة المبيت بالمحصب وأخذ الراحة بعد الحج وقبل السفر سنة، من فعلها فهو أفضل، ومن تركها فلا إثم عليه. نعم. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح. عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا. نعم. سالم بن عبد الله بن عمر يروي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب كانوا ينزلون بالأبطح، يعني بعد الحج وقبل طواف الوداع، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح، قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها. عروة ابن الزبير خالته عائشة. نعم. وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه، رواه مسلم. هذا معناه أن عائشة رضي الله عنها لا ترى أن المبيت بالأبطح بعد الفراغ من الحج أنه سنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للراحة والاستراحة فقط، ولكن الراجح أنه سنة، تحصيب بعد الحج سنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. هذا رأيها رضي الله عنها، ولكن الراجح أنه سنة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليهما. كرأي خالته عائشة رضي الله عنها. نعم. باب ما جاء في دخول مكة. والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، يعني من تركه فلا حرج عليه، ومن فعله فهو أفضل. نعم. باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها. ما جاء في دخول الكعبة أنه سنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، والتبرك بالكعبة، التبرك بدخولها يعني، ففيها بركة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وفيه بركة لمن طاف به ولمن صلى عنده ولمن دخله، بيت مبارك. نعم. باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف
أن أكون أتعبت أمتي من بعدي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم، هو ندم على أنه دخل الكعبة خشية المشقة على الناس، لأن ما كل يتيسر له دخول الكعبة، فالناس يريدون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمكنون، فهو ندم على هذا لأنه لا يريد المشقة على أمته، كما وصفه الله بقوله عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه ما يتعبكم، يريد التيسير لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، يعني في داخل البيت ذكر الله في أرجائه وحمد الله وكبر وهلل داخل البيت، يستحب لمن دخله أن يفعل كذلك ويصلي فيه ركعتين. نعم. ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه. هذا التبرك بالبيت، أنه يتمسح به ويضع جسمه عليه، نعم، لأنه مبارك. نعم. فوضع صدره عليه وخده ويديه ثم هلل وكبر ودعا. نعم. ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، فقال: هذه القبلة، هذه القبلة، مرتين أو ثلاثة، رواه أحمد والنسائي. قبلة يعني الكعبة، لأن الله جل وعلا يقول: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني إلى جهة المسجد، إلى جهة الكعبة المشرفة. فمن كان يراها فإنه يستقبلها ولا يميل عنها، ولا يميل عنها ما دام يراها، يستقبلها في صلاته، ومن كان لا يراها فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة من المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، ويكفي هذا، استقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصب عينها، لأنه لا يمكن أن يصيب عينها وهو لا يراها. نعم. وعن عبد الرحمن ابن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فانطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فإنه هو وأصحابه ذهبوا إلى الكعبة وألزقوا خدودهم وصدورهم وأيديهم بها. هذا يدل على أنه لا بأس بالتبرك بالكعبة بفعل هذا الشيء. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وعن إسماعيل ابن أبي خالد قال: قلت لعبد الله ابن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. متفق عليه. العمرة عمرة القضية التي بعد الحديبية وقبل الحج، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم في هذه الرواية أنه لم يدخل الكعبة. نعم. فدل على أن هذا ليس بلازم. نعم، المشروع الطواف بالكعبة واستقبالها في الصلاة
وأما تبرك بها ووضع اليدين أو الوجه أو الصدر عليها فهذا ليس بلازم، ولا سيما إذا كان في هذا زحام مشقة على الناس. نعم. باب ما جاء في ماء زمزم. نعم، ماء زمزم. زمزم هي البئر التي أنبعها الله سبحانه لإسماعيل، أنبعها الله لإسماعيل لما عطش وخشيت عليه أمه من الهلاك، وذهبت إلى الصفا تنظر لعل أحدا يأتي معه ماء، فلم ترى أحدا، ثم نزلت متجهة إلى المروة صعدتها تنتظر لعل أحد، ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، وفعلت هذا 7 مرات من الصفا إلى المروة. فلما كان في الشوط 7 وهي على المروة وابنها يتلمظ من العطش، وإذا بجبريل عليه السلام عند الغلام يبحث بجناحه الأرض، فنبعت زمزم، ولا ما في ماء، الوادي هذا ما في ماء، فزمزم انبعها الله آية منه ورحمة بالناس، وماؤها مبارك، وأصلها أنها لأجل إسماعيل عليه السلام. نعم، لما عطش. نعم. باب ما جاء في ماء زمزم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد وابن ماجه. يعني حسب نية الشارب، إن شربه للجوع فإنه يكون طعاما، وإن شربه للعطش فإنه يكون ريا، وإن شربه للشفاء فإنه يكون شفاء بإذن الله. فهو لما شرب له، لما شرب له، يعني حسب نية الشارب، فشربه عبادة لله عز وجل، ولهذا لم يكن عذبا، جعله الله كما تعلمون ليس عذبا، لأنه لو كان عذبا شربه الناس شهوة، فإذا كان ليس عذبا فإن شربه يكون تعبدا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. كذلك لا بأس بحمل ماء زمزم والسفر به إلى البلاد التي يأتي منها الحاج أو المعتمر، لا بأس بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: إلى سقاية زمزم، لما فرغ من الطواف جاء إلى السقاة الذين على البير يمتحون بالدلة، فوقف عندهم صلى الله عليه وسلم، فناولوه دلوا فشرب وهو واقف عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى الصفا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه دليل على أن المعتمر إذا طاف للعمرة وأراد أن يذهب إلى المسعى فإنه يمر على زمزم ويشرب منها ويتضلع منها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. نعم. كان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتكفل بالسقاية، هو المتكفل بالسقاية وتوفير الماء من زمزم للحجاج. نعم.
فقال العباس يا فضل، لأن قريشا كانوا متوازعين للأعمال، منهم من يتولى الرفادة وهي إطعام الحجاج، ومنهم من يتولى السقاية وهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. اذهب إلى أمك، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. الفضل هو أكبر أبناء العباس، وأمه أم الفضل، أمه أم الفضل بنت الحارث، وهي أخت، وهي أم ابن عباس، أم ابن عباس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقني، فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، فقال أسقني فشرب. ثم يعني إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني أنه قد تؤثر أيديهم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه ذلك بل شرب منه. نعم. فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. أتى إلى السقاة الذين يمتحون الدلاء من زمزم، فحثهم على ذلك وقال إنكم على عمل صالح، وهو سقاية الحجاج من هذا الماء المبارك. نعم. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه، رواه البخاري. يعني لولا أن خوف على أن يشق على أمته لنزل إلى بئر زمزم وشارك السقاة في استخراج الماء من زمزم، ولكنه خشي أن يشق هذا على أمته فيقتدوا به فيتكلفون بنزع الماء من زمزم. والآن الحمد لله يعني تيسر الأمر وصارت السقاية بواسطة الكهرباء، بواسطة الكهرباء تخرج من زمزم وتتوزع على الجهات التي تنتشر على الحجاج، صار متيسر جدا الشرب من ماء زمزم. وصار كما تعلمون في أركان المسجد الحرام يعني أواني ملأة بماء زمزم، فلا يشق هذا على الحاج، وهذا من التيسير على الحجاج. تشرب الآن من أي مكان من ماء زمزم، ولا تروح إلى البير وتغامر عليه، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ومما وفقت له هذه الحكومة بارك الله فيها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه. المنافقون لا يشربون من ماء زمزم لأنهم لا يؤمنون بفضله، لا يؤمنون بفضيلة ماء زمزم، وهو ليس عذبا حتى يشربوه لعذوبته، إنما يشرب تعبدا، يشرب تعبدا، وهذه الحكمة والله أعلم من جعله بهذا الطعم أنه ليس عذبا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. نعم. ماء زمزم لما شرب له يعني حسب نية الشارب، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إن شربته لظمأ فإنه يذهب الظمأ، وإن شربته استشفاء به فإن الله يشفيك به. نعم.
إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله. نعم. وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل، رواه الدارقطني. هزمة جبريل أن جبريل هو الذي استخرج ماء زمزم بجناحه لما بحث الأرض، نبعت زمزم بركضة جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. إسماعيل لما عطش خشيت أمه عليه وذهبت إلى الصفا تنظر لعل أحدا يأتي، ولم ترى، راحت إلى المروة ووقفت عليها تنتظر لعل أحدا يأتي ولم يأتي. جاء جبريل عليه السلام، جاء جبريل وبحث الأرض فنبعت ماء زمزم وجاء الفرج من الله عز وجل. نعم. باب طواف الوداع. نعم. هو آخر أعمال الحج، طواف الوداع آخر أعمال الحج، وهو واجب من واجبات الحج. نعم. باب طواف الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال يعني من كانوا ينصرفون بعد فراغهم من المناسك من أماكنهم ولا يذهبون لطواف الوداع، كانوا يعملون هذا من كل وجه من كل طريق ولا يذهبون لطواف الوداع، هذا في أول الأمر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم منع من النفرة والسفر بعد فراغ الحج من منازلهم في منى، بل قال: لا ينفرن أحد، يعني لا يسافر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني طواف الوداع. نعم. لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. نعم. أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف طواف الوداع عن المرأة الحائض، فتسافر ويسقط عنها طواف الوداع، مثلها النفساء التي في نفاسها أيضا فإنها تسافر بدون طواف وداع، لأنه ساقط عنها تخفيفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة، رواه أحمد. رخص للحائض أن تصدر، يعني أن تسافر دون أن تطوف بالبيت، هذا دليل على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. نعم. إذا كانت قد طافت في الإفاضة، رواه أحمد. أما طواف الإفاضة فلا بد منه لأنه ركن من أركان الحج، فلا بد منه ولا يتم الحج إلا به، ولو سافر فإنه يرجع ويطوف للإفاضة، ولو تأخر لا يتم حجه إلا به ولو تأخر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنها بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، متفق عليه.
نعم، طواف الإفاضة لا بد منه ولا يسقط لا عن الحائض ولا غيرها، لا بد منه، ولو سافر فإنه يرجع ويؤديه. أما طواف الإفاضة فإنه يسقط عن الحائض تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الله، لأنه لو كان طواف الإفاضة واجبا على الحائض مع كثرة ما يعتري النساء من الحيض والولادة أشق ذلك على الناس، أسقطه الله عن الحائض مثلها النفس تخفيفا من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما طواف الإفاضة فلا يسقط لا عن الحائض ولا غيرها، لكنها لا تطوف حتى تطهر من الحيض، لا تطوف طواف الإفاضة حتى تطهر من الحيض. قال صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يعني طواف الإفاضة. نعم. باب ما يقول إذا قدم من حج أو عمرة. ما يقول إذا قدم من حج، إذا وصل إلى أهله قادما من الحج أو العمرة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، إذا قفل يعني رجع إلى بلده. نعم. كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض، يعني مرتفع، كان إذا علا شرفا يكبر، وإذا هبط واديا يسبح. نعم. يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. نعم. هذا الدعاء الذي يقوله المسافر عندما يرجع إلى بلده. نعم، أعده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له نعم. له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون. آيبون يعني راجعون من سفرنا، تائبون من ذنوبنا. نعم. عابدون ساجدون. عابدون لربنا وحده، هو المستحق للعبادة دون ما سواه، تائبون من ذنوبنا. نعم. عابدون ساجدون لربنا حامدون. نعم. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صدق الله وعده، حيث وعد أن ينصر رسوله وعباده المؤمنين، وقد أنجز الله ذلك، صدق وعده. نعم. صدق الله وعده ونصر عبده، ونصر عبده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، نصره على المشركين. نعم. وهزم الأحزاب وحده، الطوائف الكافرة هزمهم الله عن الرسول والمؤمنين. نعم. متفق عليه. نعم. باب الفوات والإحصار. هذا الذكر الذي يقال عند القدوم من السفر. نعم. باب الفوات والإحصار. الفوات فوات الحج، والإحصار المنع، الإحصار المنع، إذا أحرم بالحج ومنعه مانع من مرض أو عدو منعه، هذا إحصار. وإن وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني حصركم مانع، منعكم مانع من الحج بعد الإحرام به أو العمرة بعد الإحرام بها فما استيسر من الهدي، فإن المحصر يحل من إحرامه ويذبح هديا. نعم. باب الفوات والإحصار
والفوات هو فوات الحج، إذا فاته الوقوف بعرفة طلع الفجر ليلة عيد النحر ولم يصل إلى عرفة فإنه فاته الحج في هذه السنة، فيتحلل بعمرة، تحلل بعمرة ويفدي، ثم يأتي من العام القادم ويقضي هذه الحجة التي أحصر فيها ولم يتمكن من أدائها. نعم. عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل، أو عرج، من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. من كسر، هذا الإحصار بالمرض، كسرت رجله ولم يستطع المضي إلى أداء الحج وهو محرم، أو عرج، أصابه عرج لا يستطيع معه المضي، فإنه يحل من إحرامه، هذا المحصر بمرض، فيحل من إحرامه ويفدي ثم يقضي من العام القادم. نعم. من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال: صدق، رواه الخمسة. نعم. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: من عرج أو كسر أو مرض، فذكر معناه. أو مرض، في زيادة المرض هذا، من مرض ولم يستطع المضي بعد إحرامه بالحج، لا يستطيع لا بنفسه ولا بحمله، لا يستطيع لا بحمله ولا بنفسه، فهذا يعتبر محصرا، تحلل ويفدي. نعم. وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروذي: من حبس بكسر أو مرض. نعم، أصابه كسر في رجله أو مرض في جسمه لا يستطيع المضي بعدما أحرم، فهذا محصر، يتحلل ويقضي ما أحرم به في العام القادم ويكون عليه فدية، فإن احسرتم فما استيسر من الهدي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، رواه البخاري والنسائي. استرتم ما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام ويكفيه هذا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله، الإحصار يكون بالمرض ويكون بالعدو، يصده العدو كما صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن عمرة الحديبية. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة، ثم لما فاتهما الوقوف بعرفة ولم يصلوا إلى مكة إلا يوم النحر أمرهم أن يحلا بعمرة، أمرهم عمر أن يحلا بعمرة من إحرامهما. نعم، ويفدون. نعم، أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا، ثم يعني متحللين من الإحرام. نعم. ثم يحج عاما قابلا، قضى عمرة القضاء أو حجة القضاء. نعم. ويهديا، ويهديا يعني يذبحان هديا، فما استيسر من الهدي. نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله مثل المتمتع. نعم. وعن سليمان ابن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج، فسأل عن الماء الذي كان عليه عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير
ومروان ابن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر. صح، فإذا صح، اي نعم صح من المرض يعني، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي. نعم، هذا المحصر يحل من إحرامه ويفدي ويحج من العام القادم قضاء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، يعني طواف عمره، طواف عمره، تحلل بعمره. نعم. وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو، رواه الشافعي في مسنده. هذا رأي أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، ولكن الصحيح أنه يكون بالعدو ويكون بالمرض. نعم. باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم، وأنه لا قضاء عليه. يكفي، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لطواف الوداع، إذا طاف للوداع ثم ذهب لشراء هدايا لأهله، فهل ينتقض إذا طاف للوداع ثم ذهب لشراء هدايا لأهله، فهل ينتقض طوافه بهذا الشراء؟ لا، إذا كان يشتري حوائج السفر، يشتري حوائج السفر فلا ينتقض وداعه، ومنها الهدايا، فالهدايا من حوائج السفر، لأن المسافر يحتاج إلى أن يفرح من يقدم عليهم من أولاده بهدايا، هذا من أغراض السفر، فلا بأس ولا ينتقض وداعه بذلك. إنما إذا ينتقض الوداع بالتجارة، إذا اتجر وباع وشرى بعد في مكة، باع وشرى في مكة بعد طواف الوداع ينتقض وداعه، أو بات في مكة بعد طواف الوداع ينتقض وداعه أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من طاف للوداع ثم تأخر ساعات نظرا لانتظار الرفقة في الحافلة، فهل ينتقض طوافه بهذا التطويل؟ لا، ما ينتقض طوافه، لأنه على أهبة السفر، وإنما تأخر لمانع يزول قريبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طاف للوداع ثم رجع إلى منى فرمى جمرة اليوم 13 ثم سافر. لا، ما خلص حجه، الوداع يكون آخر شيء، هو باقي عليه رمي الجمرة، باقي عليه رمي الجمرة، فلا بد يكون الوداع آخر شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب طواف الوداع للعمرة؟ لا، العمرة الصحيح ليس لها وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطواف الوداع للحجاج، ولم يثبت أنه أمر المعتمرين بطواف الوداع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة داخل الحجر، صلاة الفريضة الفائتة، هل هي صحيحة؟ لا، الحجر من الكعبة، فلا يصلي الفريضة في داخل الحجر، لأنه من الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: تسمية الحجر بحجر إسماعيل، هل صحيح أن سبب التسمية أن إسماعيل عليه السلام مدفون فيه؟ لا، ليس صحيحا، ولم يدفن إسماعيل فيه، والحجر لأنه احتجر من الكعبة لما قصرت النفقة على قريش، وكانوا لا يبنون المسجد الحرام الكعبة إلا بمال حلال،
فلما قصرت النفقة عليهم فإنهم تركوا الحجر منها، فهو من الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حلف شخص أن يدخل الكعبة فدخل الحجر، فهل يكون قد أوفى بيمينه؟ حسب نيته، إن كان يقصد الكعبة المبنية بيمينه فلا بد من أن يدخلها، وإن كان يقصد مطلق الكعبة فإنه يكون الحجر منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، هل المقصود لما شرب له يعني في أمور البدن كالري والشفاء، أو هو عام في الأمور كلها كأن ينوي بشربه الاستزادة من طلب العلم وحصول الحفظ وكذلك زيادة الرزق وغير ذلك؟ لما شرب له، الرسول أطلق هذا، فنحن لا نحتجر بعض الأمور ونقول لابد لكذا وكذا، لما شرب له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خطبة عرفة وخطبة أوسط أيام التشريق، هل هي خاصة بالإمام أو نائبه أو لكل حملة أن يخطبوا في قيامهم؟ لا لا، ما يجوز هذا، هذا لقائد الحج، الإمام أو نائب الإمام الذي يقود الحجيج، ما هم كل واحد يخطب خطبة في مخيمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن التعلق والالتصاق بالملتزم والدعاء عنده هو أمر يستجاب عنده الدعاء؟ نعم، ملتزم ما بين الركن والباب، باب الكعبة، هذا يستجاب فيه الدعاء إذا تقبله الله سبحانه وتعالى، فيقف فيه ويدعو، يدعو الله سبحانه وتعالى، وحري بالإجابة من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا قدم المؤلف رحمة الله عليه الأحاديث في مسألة ثم أتبعها بأخرى فيها نوع تعارض، هل يفهم من ذلك أنه قدم القول الراجح كسنة المبيت بالمحصب، ذكر أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام فيه، ثم ذكر عن عائشة أنه ليس بسنة؟ والله هذا يرجع إلى طريقة المؤلف في سياق الأحاديث، يرجع إليها، أنا لا أعلمها الآن لكن يرجع إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم ربما الله، ربما يكون الشوكاني بيّن هذا، شارح المنتقى نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، ربما يكون ذكر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هل كان متعجلا أو متأخرا؟ متأخر صلى الله عليه وسلم، اليوم 13. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نرى كثيرا من الناس يتمسحون بجدران الكعبة وبأستار الكعبة ويمسحون خدودهم فيها، يقول: هل هذا الفعل جائز أم ننكر عليهم؟ لا تنكروا عليهم، ولكن قولوا لهم لا تضيقون الناس وتشددون على أنفسكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يمسح الركن الشامي والركن الغربي، يقول: ما المقصود بذلك ولماذا لا يمسحان؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، هما داخلان في الكعبة، لأن الكعبة من جهاتهما قاصرة، فلها بقية في الحطيم في حجر إسماعيل، لذلك لا يمسحان، والركن اليماني والركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التضلع من ماء زمزم مر معنا أنه سنة، فهل المقصود بالتضلع أنه يشرب زمزم على عطش شديد؟ لا، ما هو لازم، ولا يضرك ما زمزم، لو شربته وانت ما انت بعطشان،
ما يضرك ويتسهل سريعا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى التبرك بالكعبة؟ هل معنى ذلك أنه يطلب منها بركة؟ لا، البركة تطلب من الله، لكن تطلب من الله البركة وتقرب من الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن بركة ماء زمزم إنما تكون في مكة فقط، فإذا أخرج الماء من مكة زالت بركته؟ من قال هذا؟ ما قال هذا أحد. ماء زمزم هو ماء زمزم في مكة وفي غيرها على خاصيته وبركته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا خلط ماء زمزم بماء آخر، فهل يكون هذا الماء كله مبارك؟ لا، يكون بعضه مبارك وهو ما يخص زمزم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح من الصحيح الذي لا يخاف أن يشترط حال إحرامه فيقول: وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني؟ الراجح أنه لا يقول هذا إلا المريض الذي يخاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ابنة عمه لما كانت شاكية تريد الإحرام وهي شاكية، قال صلى الله عليه وسلم لها: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما شرطت أو ما نويت، قولي اللهم إني أريد الإحرام بالحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن التحصيب سنة، وأن قول عائشة رضي الله عنها في ذلك أنه قول مرجوح. نعم. فهل نقول إن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعبدية إلا ما دل دليل خلاف ذلك؟ نعم، فعله في العبادات، أما فعله في العادات كالأكل والشرب واللباس هذه عادات، ما وأما فعله في الطاعات فهو عبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يشكك في ماء زمزم وفي فضله وفي شفائه، فكيف يحكم عليه؟ حكم عليه بالنفاق إذا كان لا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو هذه صفات المنافقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان مقيما في مكة وحج، فهل عليه طواف للوداع؟ من كان مقيما في مكة، لا، المقيم اللي ما هو مسافر ليس عليه وداع، إنما الوداع لمن أراد السفر بعد الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن السنة في شرب ماء زمزم أنه يشرب بعد الطواف وقبل السعي بين الصفا والمروة، أم أنه عام في كل وقت؟ عام، ولكن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف وصلى الركعتين عند المقام وأراد الخروج إلى السعي مر على زمزم وشرب منها في طريقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعتمر مرتين في يوم واحد، عمرة له وأخرى لوالده المتوفى؟ يجوز هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، ولكن الأفضل أنه يجعل بين العمرتين فاصلا زمنيا بحيث يخرج لرأسه شعر ولو قليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أو هل يكفي المسلم أن يؤخر طواف الإفاضة فيكفيه عن طواف الوداع؟ يجزي إذا كان طواف الإفاضة هو آخر شيء ويسافر بعده فإنه يكفي عن الوداع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: أخرنا طواف الإفاضة إلى آخر الأيام، ولكن عند الطواف نوينا أن هذا للوداع ولم ننوه عن الإفاضة، فهل يجزئنا ذلك؟ لا، باق عليكم طواف الإفاضة، ارجعوا وطوفوا طواف الإفاضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم، بالنسبة للهدي هل يذبح الهدي في العمرة أو يذبحه في الحجة من العام القادم؟ يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، يذبحه في المكان الذي أحصر فيه عندما يتحلل من إحرامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أحصر ولم يكن عنده هدي فإنه يصوم، فهل يصوم في مكانه ولا يتحلل حتى ينتهي من العشرة أيام؟ لا، ما هو يأخر التحلل إلى أن يفعل النسك أو الصيام، تحلل ويتبعه الفدية تتبعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن ماء زمزم يجب أن يكون شاربه جالساً ولا يجوز له الوقوف أثناء الشرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وهو واقف، شرب من زمزم وهو واقف، يجوز الشرب قائماً وجالساً. نعم، ولكن شرب زمزم الرسول شرب وهو واقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا إذا رجع الحاج فإنه يكتب على بيته الحاج فلان، ويكتب بعض الأحاديث الدالة على فضل الحج، فهل هذا العمل مشروع؟ لا، هذا أخشى أنه يبطل حجه، لأنه هذا رياء، هذا رياء، يخبر بأعماله وأنه الحاج وأنه لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أحصر عن العمرة، من أحصر عنها بمرض، فهل ينتظر حتى يشفى أو يجوز له أن يتحلل مباشرة؟ إن احتاج إلى التحلل يتحلل، وإن صبر على الانتظار يصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاته الحج فإنه يحج من السنة القادمة، يقول: في هذه الأزمان قد لا يستطيع الحصول على تصريح إلا بعد 5 سنوات، فهل يجوز له التأخير حينئذ؟ نعم، يجوز له التأخير لعذر، هذا عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل موجود يطلب تقسيم أمواله بعد وفاته أن تكون متساوية بين الأبناء والبنات وليس على حسب الميراث، فهل طلبه هذا صحيح؟ لا، مو صحيح، تقسم على الميراث، إذا مات تقسم أمواله على الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يؤخر صلاة العصر إلى وقت المغرب من غير عذر، فهل صلاته مقبولة وما حكمه؟ غير مقبولة، إذا أخرها عن وقتها من غير عذر فإنها لا تقبل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة بالأوقات، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر من نوم أو نسيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صلى معنا رجل كبير في السن فجاءته سعلة كحة فشرب الماء وهو يصلي مع الإمام، فأخبر أن هذا مبطل للصلاة، فقال:
إن الله يتقبل، فهل صلاته صحيحة أو يؤمر بالإعادة؟ صلاته صحيحة، وهو شرب هذا الماء لحاجة، لدفع الغصة أو لدفع الكحة، فلا بأس بذلك. كان ابن الزبير رضي الله عنه يشرب وهو يصلي من الليل، يشرب الماء القليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن يكون الإمام يصلي على كرسي والمأمومون خلفه قياما؟ لا، لا يصح هذا، عاجز عن ركن من أركان الصلاة لا يصلى خلفه. أقول لا تجوز الصلاة خلف الجالس على كرسي أو على الأرض إلا إمام الحي. إمام الحي يعني الإمام الراتب الذي ترجى زوال علته بهذين الشرطين: أن يكون هو إمام المسجد الراتب، الشرط الثاني أن يرجى زوال علته، فيصلى خلفه ويكونون جلوس. إن ابتدأ الصلاة جالساً صلوا خلفه جلوساً، وإن ابتدأ قائماً ثم عرض له العذر وجلس فإنهم يتمون صلاتهم قياماً. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين. نعم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر، ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل ووقف عن يسار أبي بكر، صار أبو بكر مأموما وصار الرسول هو الإمام، صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم قياما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: امرأة وكلت شخصا ليحج عن أبيها، وهذه المرأة في الرياض لكن الوكيل من جدة، فهل يجوز هذا التوكيل؟ الصحيح أنه يجوز، أنه لا بأس به. العلماء يقولون لا، يمشي من بلد الموكل، ولكن هذا ليس بلازم، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال لمن حاضت ولم تستطع طواف الإفاضة ثم سافرت إلى بلدها لأجل أن الحمل لا يمكنها التأخر ويتعذر رجوعها، هل يمكن أن يقال بأنها في حكم المحصر فتتحلل بذبح فدية في بلدها؟ لا، إذا استطاعت يأتي بها وليها وتؤدي طواف الإفاضة، إذا استطاعت يأتي بها وليها ولو تأخر فتؤدي طواف الإفاضة، لأنه لا يتم حجها إلا به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشترط الموالاة، هل تشترط الموالاة بين طواف الإفاضة وبين سعي الحج؟ فلو مثلا طاف في اليوم العاشر طواف الإفاضة ثم سعى في اليوم الثاني عشر، يجوز هذا؟ الموالاة سنة بين الطواف والسعي، ولو تأخر السعي لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من اعتمر فطاف وسعى ثم حلق رأسه في بلده ولم يحلقه في مكة، فهل يجوز له ذلك؟ حلق الرأس يجوز في كل مكان، ما هو لازم في مكة، يجوز الحلق في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن إذا لا أراد أن يحلق يعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق وهو لابس ملابس الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اللفظ المشروع للسلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول: هل يجوز أن نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك هل يشرع أن يزاد بعد وبركاته
أن يزاد ورحمته ومرضاته إلى آخره؟ لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أو هل يشرع الدعاء بهذا الدعاء حال خروج المسلم من منزله، وهو: اللهم إني استودعتك نفسي وزوجي وأولادي؟ والله ما أعرف شيء من هذا، أنا لا يحضرني شيء في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا نزل دم الحيض على المرأة وكان مرات في أشهر يكون 7 أيام وفي مرات أشهر يكون 10 أيام، فأيهما تجلس؟ تجلس أيام الحيض، سواء كان 10 أيام أو أقل من ذلك تجلس أيام الحيض عليها، ولو زادت في بعض الأيام أو في بعض المرات لو زادت تجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للأعياد الكفرية كما يسمى بعيد الكريسمس أو عيد رأس السنة، هل يجوز للمسلم أن يهنئ زملائه الكفار بهذا؟ لا، لا يهنيهم بهذا ولا يأكل من الطعام الذي يصنع في عيدهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في جميع الأمور الدينية والدنيوية، أو أن هذا خاص بأمور الدين فقط؟ أمور الدين تجب عليها بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، لا بأمر زوجها، وإنما المراد بأمر زوجها في الأمور الدينية التي لا تضرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور مباحة كلبس الخاتم وإطالة الشعر، إذا قصد فاعلها الاتباع، هل يؤجر على هذا الأمر أم هي باقية على الإباحة؟ لا، إذا قصد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وإحياء هذه السنة فإنه يثاب على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لاحظوا أنه إذا كان يحدث تشويش عليه في البلد يستغربون منه، أنه ما يفعل هذا، يصير شهرة بين الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من لازم قبول الحج أن يسافر بعد ذلك إلى المدينة ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا علاقة وله بيسافر لأجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يسافر لأجل زيارة القبر، لا قبر الرسول ولا غير، وإنما يسافر للمدينة لأجل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. تدخل زيارة قبر الرسول تبعا لا قصدا في السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل يقول: ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، هل هذا الحديث صحيح؟ حديث مكذوب، هذا حديث مكذوب، ولم يصح الأحاديث التي جاءت في الحث على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو زيارة مسجد الرسول بعد الحج، لم يثبت منها شيء، كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع للمرأة أن تصلي داخل الحجر صلاة النافلة مع شدة الزحام في ذلك؟ لا، المرأة ما زاحم الرجال، هذه فتنة، تبتعد عن الرجال وتكون مع النساء في مكان النساء وتصلي ما تشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسح على الجوارب هل هو يكون من الأعلى أو من الأسفل؟
المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين على أعلى، لا من الجوانب ولا من أسفل، وإنما على أعلى. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى، لكان لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل النظر إلى الخطيب يوم الجمعة هل هو من السنة؟ توجه إلى الخطيب، نعم، يتوجهون إلى الخطيب ويستمعون للخطبة، ما يكون معرض صاد عنه، وإنما يتوجه إليه وهو في مجلسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفي الخط الذي يكون على الفراش ليكون سترة في الصلاة؟ السترة تكون شيئا قائما قدر مؤخرة الرحل، شيء قائم مرتفع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة لمن ابتدأ في طلب العلم الآن، وهل هناك كتب معينة يبدأ بها؟ والله إن كان تدرس على العلماء اسأل العلماء عن الكتاب اللي يشرحونه لك ويختارونه لك، وإن كان تدرس في الدراسة النظامية اقرأ المقررات في المعهد في الكلية، المقررات عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أقيمت الصلاة وكان المسلم يصلي تحية المسجد فهل يقطع هذه الصلاة؟ إن كان في أولها يقطعها، أما إن كان في آخرها يكملها، يعني ما تأخذ عليه وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جلسة الاستراحة التي في الصلاة هل هي سنة؟ اختلف العلماء فيها، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها من أجل الحاجة لما ثقل عليه الصلاة والسلام، أو فعلها لأجل التشريع؟ فمن رأى أنه فعلها لأجل الحاجة فإنها لا تشرع، إلا عند الحاجة تكون مباحة لا مشروعة، مباحة للحاجة. والفريق الثاني يرى أنه فعلها للتشريع فتكون سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للرواتب التي يستلمها الإنسان هل فيها زكاة؟ نعم، إذا تحصل لديه منها شيء وحال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يزكيه، بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما عنده يزكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حججت العام الماضي وغلب على ظني أنني أثناء طواف الوداع قد انتقض وضوئي، يقول: ثم سافرت، فهل علي شيء في ذلك؟ الظن لا يغني من الحق شيئا، الأصل الطهارة، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته. وأيضا إذا جاء الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.